أخبار اليوم. أنا منبهر من اللي شفته في حاجة فوق الوصف، وده أنا يشرفني طبعا إن أنا أشوف حاجة زي كده في مصر، لأن اليوم إحنا اللي محتاجين حاجات على أعلى مستوى. زي ما بيكون الاكسلنس من غير ما نوصل للمستوى العالي ده، ومستوى في ايه؟ ان احنا نساعد اضعف ناس في المجتمع، الناس المحتاجين. فدي حاجه جميله جدا 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 جدا، وانا مفتخر ان انا شفت حاجه زي كده في مصر، وانا اهني كل اللي عملوا هذا المشروع. المشروع يعني مش معقول فوق الوصف، حاجة احنا محتاجين. هل حضرتك شايف ان 150 طفل هيبقى كفاية في المكان؟ طبعا ده ابتداء. الحكاية في الموضوع انه هو مش حكاية عادي، المهم هو المستوى، لازم يكون مستوى على اعلى ما يمكن. واللي انا شايفه هنا هو ده الصفه الموجوده، ان احنا لازم نشتغل على اعلى مستوى موجود في العالم، لان احنا يعني اتاخرنا وعندنا الشعب بيقاسي. فلازم نعالج هذا الموضوع، مش اي معالجة اي عدد، لا لازم على اعلى مستوى. وانا شايف ده هو ده اللي بيحصل، فده شكد الوجود يشرفني ان انا اشوف حاجة زي كده في مصر. شكرا لك. شكرا لك. And the media classic. So this is just wonderful. And with the Latin Arab Arabic, is that ممكن يبقى نموذج ويشعر؟ اللي أنا شفته هنا النهاردة حاجة على أعلى مستوى، وإن شاء الله يكون نموذج في المستقبل لمشروعات على هذا المستوى العالي جداً جداً. دي الحاجة اللي احنا محتاجين لها في مصر جداً. Thank you very much. Thank you, sir.